عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست تيك نيوز، البودكاست اللي يهتم بآخر أخبار التكنولوجيا وآخر أخبار الشركات التكنولوجية. اليوم عنا برشا أخبار جايتنا من شركة سوني، من شركة فيسبوك، جوجل وغيرها من الشركات. ما نزيدش نطول عليكم أكثر، نخليكم تستمعوا للأخبار، لكن قبل ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، ونخليكم مع الأخبار. الأخبار الأول يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، ويهم بالتحديد شركة جوجل وشركة أبل اللي أكدت المحاكم الأمريكية بعد جلسات الاستماع المطولة اللي تم العمل بها مع المسؤولين في هذه الشركات. أكدت المحاكم الأمريكية أن شركة جوجل تدفع سنويا لشركة أبل مبلغ يتراوح بين 8 و 12 مليار دولار، في مقابل أن محرك البحث الخاص بشركة جوجل يكون هو محرك البحث الرئيسي والأساسي في المتصفحات الموجودة في جميع أجهزة شركة أبل. ويبدو على ما قاعدين نشوفه أن المحاكم الأمريكية وأن الحكومة الأمريكية قاعدة تشن في حرب على الشركات الكبرى للتكنولوجيا، نظرا لأن الشركات هذه كبرت برشا، ومن المتوقع في السنوات القليلة القادمة أن الشركات هذه بشتولي منافسة للدول. هذا علاش الحكومة والمحاكم الأمريكية قاعدين يحاولوا قدر الأمكان الحد من نمو الشركات هذه والسيطرة الفاحشة متاحة على سوق التكنولوجيا في أمريكا وفي العالم. بالنسبة للأخبار الموالي، فهو خبر سعيد جدا بالنسبة للأشخاص المغرومين بالجيمينج والاستماع للموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، حيث أكدت شركة سوني في خلال إطلاقها أو من خلال إطلاقها كالعادة الأخبار الجديدة حول جهازها بلايستيشن 5، أكدت الشركة وجود العديد من التطبيقات المشهورة عالميا والمخصصة للاستماع للموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات على جهازها القادم. من بين التطبيقات هذه عن الأبل تي في بلس، فما الأمازون برايم فيديو، ديزني بلس، هولو، نتفليكس، سبوتيفاي، تويتش، وبالطبيعة يوتيوب. لكن فما غياب بارز، وهو غياب هاش بي او ماكس اللي قاعدة تخوض حاليا العديد من الصراعات مع شركة أمازون وشركة روكو، وربما هذا الشيء اللي يمكن يبرر الغياب متاعها في الوقت الحالي، لأنه شركة سوني من بعد تنجم تزيد العديد من التطبيقات الأخرى، وأكيد أنها بش تزيد العديد من التطبيقات الأخرى. كما قدمت كذلك شركة سوني وأكدت وجود جهاز تحكم، كيف جهاز التحكم بالتلفاز باش يكون موجود مع جهاز البلاي ستيشن 5. الجهاز هذا للتحكم فيه 4 أزرار تمكن المستخدمين من دخول مباشرة للتطبيقات. الأزرار هذه باش تكون أزرار مخصصة لشركة أو لتطبيق ديزني بلس، تطبيق نتفليكس، تطبيق يوتيوب، وتطبيق سبوتيفاي. بالنسبة لجهاز التحكم هذا، ما هوش باش يكون مرفق مع جهاز البلاي ستيشن 5، لكن يمكن للمستخدمين شراؤه على حدة بتكلفة لا تتجاوز 30 دولار. الأخبار الموالي من شركة فيسبوك، شركة فيسبوك اللي قامت اليوم بإطلاق تطبيق المواعدة أو ميزة المواعدة الخاصة بها، لأن الميزة هذه ما تمش إطلاقها في تطبيق منفصل بل داخل تطبيق فيسبوك. الميزة هذه اللي جاية باش تنافس تطبيق تيندر وغيره من تطبيقات المواعدة، واللي كان من المنتظر إطلاقها يوم 14 فيفري الماضي، أي يوم الفالنتاينز داي، لكن العديد من المشاكل القانونية والتقنية أجلت إطلاق الميزة هذه داخل تطبيق فيسبوك إلى الآن. هذه الميزة هي ميزة يمكن باش تقوم شركة فيسبوك من خلالها بتدمير تطبيق تيندر، لأنه الميزة هذه تقوم باستعمال المعطيات الشخصية للمستخدمين في فيسبوك لإيجاد أشخاص يمكن مواعدتهم. من بين المعطيات هذه الاهتمامات متاع الأشخاص، حتى الجروبات والبيجز اللي عاملين فيها لايك، وغيره من المميزات الأخرى الموجودة في فيسبوك، واللي يمكن لشركة فيسبوك من خلالها تحديد شخصية المستخدمين والاهتمامات متاعهم. التطبيق هذا كما قلنا بش يكون موجود بداية من اليوم وفي أكثر من 50 دولة أوروبية.
الخبر الأخير يجينا من شركة مايكروسوفت. شركة مايكروسوفت اللي قاعدة تعمل حاليا على إضافة زر جديد في الويندوز، زر Call Now، اللي مكن الأشخاص من إجراء مكالمة آنية بالاعتماد على تطبيق سكايب. الخطوة هذه ربما جات مؤخرة شوية من شركة مايكروسوفت، خصوصا بعد ما اتهمها العديد من الأشخاص بأنها السبب وراء تدمير تطبيق سكايب، بعد ما قامت شركة مايكروسوفت بالاستحواذ على الشركة المالكة لتطبيق سكايب. ومنذ الاستحواذ هذايا فإنه تطبيق سكايب شهد تدهور كبير في الأداء متاعه، وشهد غياب كامل خصوصا سنة 2020 وقت شفنا ظهور العديد من التطبيقات الجديدة كما تطبيق زوم وتطبيق جوجل ميت وغيرها من التطبيقات اللي جابتها الشركات الأخرى، فإنه تطبيق سكايب كان غائب تماما. والمؤلم لهنا هو أنه تطبيق سكايب في وقت من الأوقات كان هو التطبيق الأول والرائد عالميا في كل ما يخص الاتصالات عبر الأنترنت، لذا من المحزن أن نشوفه تطبيق سكايب في الحالة اللي هو موجود فيها توا، واللي رجح العديد من الخبراء أنه التطبيق هذايا باش يتم الإغلاق متاعه أو الاستغناء عليه خلال السنوات القليلة القادمة. كانت هذه الأخبار اللي عنا اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم، وإن شاء الله يكون التقديم متاعنا عجبكم، وإن شاء الله يكون البودكاست عجبكم. للبودكاست القادم وللفيديو القادم إن شاء الله زيد على القناة متاعنا. ما بقانا كان باش نقول لكم إلى اللقاء، وما تنساوش قبل ما تسكروا البودكاست تضغطوا على زر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا حلقة جديدة وإلا نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. وإلى اللقاء.